السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم صفوان أو كريزي. اليوم عندنا لعبة بلان فايت زومبي، نباتات ضد الزومبي. فيعني راح نبدأ اللعب من أول، راح نلعب كل مرحلة يومها، يعني الحين مرحلتين بعدين مرحلتين زي كذا. نكمل، يلا نبدأ. طبعا يمكن الصوت ما يطلع عشان ما ادري ليش عند الكمبيوتر. طبعا كذا طلع، لا انا كملت في البداية، حطيت واحد زي كذا، تحط الثاني زي كذا، تكمل. هذه تزود لك طبعا الشموس عشان تقدر تطلع نباتات. شو راح تزود هذا؟ طبعا نباتات نبتة هذه تطلق على الزومبي كرات، شو يسمونها، ما نسيت. طبعا هذه تطلع لي شموس دوار الشمس، دي هو سينفل فلاور. كريزي هاي كريزي كل واحدة. طبعا زي ما تشوفون الحين راح احطها، يعني تطلع لي زي هذا. شوف طلعت لي زي. فأحسن شيء انك تحط اول صفين نباتات هذه اللي هو دوار الشمس عشان يعطيك كثير، وهذا تحطه في الصف الثالث. غريب يوم يقولها. طبعا هو بيقتله شوي شوية بعدين تطلع نباتات جديدة تذبح سريع سريع. طبعا ماني خايف انه يوصل هنا عادي. عاد الحين اوريكم حركة حلو شوية. انك تحطها وهذا يطلق، فتصير طلقتين مع بعض، احسن شيء هذا عندي. طبعا شوفوا زي ما تشوفون سريع في الضغط، لاني العبها اكثر مما يعني محترف. لو تعبي هذا كله من هذول يعني عادي ما في اي مشكلة، راح يقتلوا الزومبي سريع سريع. الحين راح يجون الزومبي جماعات، راح يجي واحد مع علم، فراح نقتل اول واحد. انا احب اذا اقتل اول واحد. طبعا هذا كرز، هذا زي القنبلة بالضبط. تشير بومب، اللي يبغى يقراها يقراها، ماني محترف انجليزي. يلا نشوفكم بعدين في الحلقة الجاية. سلام.